في وقت تحكمه متغيرات جيوسياسية يومية تغير خارطة القوى الاقتصادية حول العالم، تبرز مجددا السعودية كلاعب أساسي في العديد من الملفات، وفي هذه المرة نتحدث عن المناخ، ولذلك نستضيف عبر قناة الشرق مع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ معالي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ. شكرا لك على استضافتنا في مكتبك معاليك. سعيد جدا معاليك. نحن على أبواب دورة جديدة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أيضا قمة المناخ كوب 27 التي ستجري في شرم الشيخ. هذا يأتي بعد مرور عام تقريبا من الإعلان عن مبادرتين ضخمتين من قبل المملكة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. أين أصبحنا وهل هناك أي تطورات في هاتين المبادرتين؟ فيها تطورات هائلة في المبادرتين. بالنسبة لمبادرة المملكة السعودية الخضراء تم إطلاق برامج عديدة في هذا الشأن، تتعلق بزرع الأشجار، تتعلق بمبادرات أخرى. بالنسبة للشرق الأوسط الأخضر تم أيضا إطلاق مبادرات كثيرة، وتم التواصل مع دول المنطقة لوضع دراسات للتعامل مع هذا الأمر. نود أن نواجه التصحر، نود أن نواجه التغير المناخي، نود أن نرفع مستوى الحياة واللي للمواطنين في المملكة وفي الشرق الأوسط. لا تمكن دولة واحدة أن تستطيع أن تواجه التغير المناخي بوحدها، لازم يكون في تعاون دولي وتعاون دولي مكثف، لأنه الغبار ما يوقف على حدود بلد ويتجاوزها. صحيح. ما في الواحد يحط إشارة يقول والله إحنا عندنا مبادرات لا تجينا، فلذلك لازم يكون التعاون تعاون مكثف بين جميع الدول. والمملكة سمو ولي العهد وضع هذه المبادرة من أجل تركيز أهمية التعاون من قبل دول المنطقة على هذا لمواجهة هذا التحدي الكبير. خلال كوب 26 في العام الماضي، الأمير تشارلز حينها الملك حاليا دفع عن المبادرة السعودية في وقت تم انتقاد الخطة من قبل بعض الخبراء قائلين بأنها غير واضحة، فضفاضة نوعا ما. هل أصبحت الخطة أكثر وضوحا؟ هل أصبحت أهدافها مرسومة بشكل أوضح عندما نتحدث عنها؟ كيف نعرضها اليوم؟ مع كل احترامي للخبراء اللي ذكرتيهم، مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء كانت واضحة جدا، هي مبادرات طموحة جدا، ولكن يجب أن نكون طموحون جدا إذا أردنا أن نواجه هذا التحدي الكبير بالنسبة للكوكب الأرض. كانت المبادرة وضعت رؤية واضحة ووضعت خارطة الطريق واضحة، طموحة صح، ولكن مثل ما ذكرت يجب أن نكون طموحين إذا أردنا أن نوصل للهدف المرجو. هناك مبادرات أخرى يمكن أن نسمع عنها أو تطرح خلال قمة شرم الشيخ أو حتى خلال مستقبل الاستثمار حول المناخ؟ لدينا في المملكة أكثر من 60 مبادرة تتعلق بالمناخ، سواء في مواجهة التصحر، في زرع الأشجار، في التعامل مع النفايات، في الطاقة المتجددة، في الطاقة الشمسية، في الطاقة الرياح، في الأمطار، في الأبحار، في تخصيص أماكن محمية في المنطقة العربية السعودية تصل إلى 30% من أراضي المملكة العربية السعودية عندما تكتمل. نفس الشيء في الحدود البحرية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هناك إنشاء مراكز تم إنشاؤها لتقيس جودة الهواء في المملكة العربية السعودية. وهناك أيضا مبادرات عديدة تقوم بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع التغير المناخي. المملكة العربية السعودية الآن تعمل لتكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، والمملكة العربية السعودية تنظر لنفسها كدولة مصدرة للطاقة وليس فقط للنفط. حنرجع نحكي عن الهيدروجين الأخضر والأزرق، ولكن قبل ذلك مبادرة السعودية الخضراء هل هي واقعية في ظل شح المياه الجوفية الذي تعاني منه المملكة؟ كيف يمكن الوصول إلى هذه المستهدفات؟ هدف 10 مليارات شجرة، زرع 10 مليارات شجرة، من وين المي؟
التقييم بشكل مستمر قائم فيما يتعلق بما هي أفضل النباتات أو الأشجار اللي ممكن زرعها التي لا تستهلك كثير من المياه، ممكن المياه الرمادية الاستفادة منها، كل الأمور اللي نطلع عليها فيما يتعلق مثلا بالمانغروفز، هذه تعتمد على مياه البحر. فدائما التقييم قائم بين الأخصائيين والمبادرة على أساس تكون واقعية وتكون في نفس الوقت طموحة في هذا المجال. فما عندنا أدنى شك أن نستطيع أن نحدد هذه الأهداف الطموحة على خلال العقود القادمة بإذن الله. طب قمة شرم الشيخ قد تشهد بعض المواقف المتساهلة تجاه الوقود الأحفوري، كيف تراها برأيك؟ هل هي يمكن أن تكون مواقف متساهلة؟ أنا ما أعتقد أنها مواقف متساهلة بقدر ما أنها مواقف واقعية. الوقود الأحفوري سيظل وقود أساسي بالنسبة للعالم على مدى عقود قادمة، أي واحد يعتقد غير ذلك ليست منطقي. هناك طاقة متجددة، وهناك مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية الذي ممكن أن تملأ الفراغ الذي سيحدث عندما تكبر احتياجات العالم للطاقة، والذي لا يستطيع البترول على سبيل المثال أن يلبيها، لأنه فيه حد معين لا نستطيع أن نتجاوزه في إنتاج البترول، وهذا تم الإعلان عنه من قبل سمو العهد عندما ذكر المملكة العربية السعودية ستزيد قدرتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل، ولكن لا في عام 2027، ولكن لا تستطيع أن تزيد أكثر من ذلك. فإذا كان العالم يحتاج إلى طاقة، وهو سيحتاج إلى طاقة، فيجب أن تجي هذه الطاقة من موارد غير البترول، فهذا أمر واقعي. فلذلك لابد أن نبحث عن طاقة بديلة نستطيع أن نستعين فيها في المستقبل لتلبية احتياجات العالم من الطاقة. فالمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في هذا المجال، سواء الشمسية أو الرياحية. المملكة العربية السعودية دائما كانت تعمل على تخفيض استهلاك الطاقة لأساس نحافظ على هذه الثروات، ولأساس يستطيع العالم أن يلبي احتياجاته من الطاقة في المستقبل. فما أعتقد أنها مسألة خففوا على البترول زادوا على البترول، أعتقد أنها أمر واقعي. وأنا دائما أعتقد أنه الحوار الذي يحدث فيما يتعلق بالمناخ يعتمد كثير وللأسف على المشاعر والعواطف، ولا يعتمد على المنطق أو على العلوم. الطاقة التقنية موجودة للتعامل مع هذا، مع تحدي التغير المناخي والتعامل مع البيئة، رأس المال موجود لدعم هذه المشاريع إذا وضعت، بس ولكن ما يفقد في الحوار هو حوار منطقي مبني على أسس علمية وبعيد عن المشاعر. طب نبتعد عن المشاعر ونتحدث بطريقة منطقية وعلى أسس علمية. نتذكر أيضا مستهدفات اتفاقية باريس، هل ما زالت واقعية في ظل أزمة الطاقة اليوم التي تشهدها أوروبا وعودتها إلى الفحم والغاز في الفترة الأخيرة؟ هل ما زلنا نرى بأنها مستهدفات منطقية؟ هذا يرجع للأخصائيين وتقييمهم، لكن أعتقد أنه لازم يكون فيه معايير عالية، لازم أيضا تكون معايير منطقية. المملكة العربية السعودية كانت دائما موقفها أنه لازم يكون في توازن فيما يتعلق بالطاقة ومصادر الطاقة، ولازم يكون في منطق فيما يتعلق بمصادر الطاقة، ولازم يكون في منطق فيما يتعلق بالتعامل مع التغير المناخي، وفيما يتعلق في التعامل مع التحديات المتعلقة بالبيئة. كون أنه المنطق يكون أنه نتخلى عن البترول، هذا أمر ليس وارد، وأثبتت الأوضاع الحالية ذلك، أنه ما في مفر من أساسية النفط والفحم بالنسبة للطاقة العالمية. فكان الحديث ربما غير منطقي، أو كان الحديث غير علمي قبل ما اندلجت الأحداث في هذا العام، ولكن نتمنى بإذن الله أن النقاش والحديث والحوار يعود إلى المنطق ويعود إلى أسس علمية. معاليك، أرجو أن تبقى معنا، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل هذا الحديث. شكرا لك.
المملكة العربية السعودية وضعت مستهدفات لخفض الانبعاثات 2050-2060، الحال نفسه تقريبا في معظم الدول الخليجية الأخرى. أما بالنسبة لأوروبا فكان المستهدف قبل شوي 2030-2035، المستهدفات أقرب. هل ما زالت في ظل أيضا الأزمة الأوروبية اليوم، أزمة الطاقة، أزمة الوضع في روسيا، هل ما زالت منطقية الأرقام؟ هل بإمكانهم الوصول إلى هذه المستويات برأيك؟ أنا أعتقد هذا السؤال يجب أن يوجه لهم وليس لدينا. المملكة العربية السعودية لها أهداف طموحة جدا فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي، فيما يتعلق بالبيئة. هذه أمور أساسية بالنسبة للمملكة ومن أولوياتها، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. الهدف هو تحسين المناخ، الهدف هو تحسين الرياح، الهدف هو تحسين المعيشة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا لا يحدث إلا بالتعاون مع دول المنطقة ومع دول العالم بأجمعه. فالمملكة العربية وضعت أهداف طموحة بالنسبة للتعامل مع هذه التحديات، وعندما بدأت تتعامل معها في هناك أمثلة اللي استطاعت المملكة أن ترفع سقف أهدافها فيما يتعلق بالميثين على سبيل المثال. استطاعت المملكة أن تضاعف الهدف المرجو الوصول إليه في عام 2030، وهذا بعد بضعة سنوات من الإعلان عن الهدف الأول، لأننا تعلمنا وضعنا وجدنا أنه بالإمكان أن نصل إلى هدف أعلى ورفعنا الهدف. في المملكة المبادرات اللي ذكرتها عديدة، أكثر من 60 مبادرة يتم تقييمها بشكل مستمر، ويتم النظر في هل ممكن أننا نحقق أكثر مما نسعى إليه، وإذا وصلنا إلى نتيجة أنه بالإمكان تحقيق أهداف أعلى من الأهداف الطموحة الذي وضعناها في عند إطلاق المبادرات هذه، لا تتردد المملكة في رفع سقف أهدافها. فنحن بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية هذا موضوع مهم جدا، وكما ذكرت من أولويات المملكة. وخير دليل على ذلك أنه الشخص الذي يقود هذه الجهود العظيمة في المملكة العربية هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كيف يتم التنسيق مع دول المنطقة بهدف الوصول إلى هذه الأهداف؟ بالتواصل معها. هل هناك مبادرات مشتركة؟ بمشاركتهم في، لابد أنه في دراسات تعد، في دراسات يتم بحثها معهم، في دراسات يتم مشاركتهم فيها. على سبيل المثال كيف نتعامل مع موضوع التصحر ومواجهة التصحر، مثلا الصحراء اللي في شمال أفريقيا، كيف نستطيع أن نواجه توسعتها، كيف نقلصها. هذا لابد أن يكون في تواصل وهو حادث مع الدول المعنية في شمال أفريقيا، على أساس يكون في تشاور بالنسبة لما هي أفضل الوسائل للتعامل مع هذا الموضوع. وبعدين أود أذكر أنه ما يحدث في الصحراء يؤثر على المناخ في المحيط الأطلنطي، ويؤثر على المناخ في البحر الكاريبي، ويؤثر على عدد وقوة الإعصارات اللي تضرب في منطقة الكاريبي والولايات المتحدة. هناك رمال تم تسجيلها من الصحراء في كوستاريكا في الغرب، وفي الدول الاسكندنافية في الشمال. فالموضوع هذا، التعامل مع هذا الأمر يهم العالم بأجمعه. وعلى سبيل المثال أيضا في المملكة العربية السعودية نسبة عالية جدا من ما نشهده من الرمال ومن الغبار يأتي من خارج المملكة العربية السعودية. فإذا ما تعاملنا معه بشكل على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي لا نستطيع أن نتعامل معه. معاليك ذكرت في بداية الحديث الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق. كانت السعودية أعلنت مؤخرا عن شراكة مع اليونان لتوزيع الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذه الشراكة وإمكانيات المزيد في هذا المجال؟ المملكة العربية السعودية الآن تقوم ببناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم. المملكة العربية السعودية أعلنت أنها تنوي أن تكون من الدولة الرائدة في إنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق. والمملكة العربية تنظر ضمن مخططاتها وفي هذا المجال في كيفية توزيع
هذه المادة وإيصالها للمستهلكين. فالمباحثات اللي حدثت مع اليونان جزء من هذه، والمملكة العربية السعودية أيضا تستمر في النظر في ما هي أفضل وسيلة لإيصال هذه المواد للمستهلكين. بالنسبة للمملكة، النفط كان دائما ورقة رابحة، هل يمكن أن يكون موضوع الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق أيضا له دور في السياسة الخارجية السعودية؟ أنا أعتقد أنه فيما يتعلق المملكة العربية السعودية ليست فقط دولة مصدرة للنفط، المملكة العربية السعودية كما ذكرت دولة مصدرة للطاقة، والطاقة هذه ممكن تكون النفط، ممكن تكون الهيدروجين الأخضر والأزرق، ممكن تكون أساسها من الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية. فهذا اتجاه المملكة العربية السعودية. أعتقد أن العالم في حاجة كما تعلمين لمزيد من الطاقة، والتحدي الكبير سيكون من أين ستأتي هذه الطاقة، لأنه إنتاج البترول محدود. فهل ستأتي هذه الطاقة من مصادر أخرى؟ بدون شك. التحدي الثاني اللي يواجه العالم أنه كيف نستطيع أن نستخدم الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة. وإحنا نعتقد أنه بالإمكان كما نعمل في المملكة أن نستخدم النفط بشكل يقلص التأثير على المناخ، ونعتقد أنه إذا كانت أنه فيه مبادرات ممكن تتبناها دول أخرى لتطوير الطاقة النفطية وتطوير الفحم لتكون أنظف في استخدامها وتقلص التلوث الذي يحدث. هل يمكن لمبادرات الطاقة النظيفة أن تتجه شرقا أيضا، يعني باتجاه الشرق الأقصى والصين كمصدر، يعني للمملكة كمصدر لهذه الطاقة النظيفة إلى تلك المناطق أيضا وأوروبا حتى؟ أعتقد أن الرؤية بالنسبة للأسواق الطاقة ليس فقط شرق وغرب، أيضا شمال وجنوب. الأسواق يتم البحث عنها أينما كانت. على فكرة برنامجي بقناة شرق اسمه شرق غرب، فمشان هيك سألت عن الشرق والغرب، ولكن شمال وجنوب منزيد عليها. معاليك، اليوم أوروبا تحتاج لتحالف جديد بالنسبة للطاقة وربما الطاقة النظيفة. هل يمكن أن تكون السعودية أيضا، لأنه نحن ذكرنا شرق غرب وشمال وجنوب، اليوم هي بحاجة، ماذا عن السعودية هنا؟ المملكة العربية السعودية على مدى عقود كانت تسعى لتلبية احتياجات الطاقة للعالم، الأسواق العالمية أينما كانت. المملكة العربية السعودية كانت دائما تسعى لإيجاد الاستقرار في أسواق الطاقة بشكل يخدم المستهلك ويخدم المنتج. المملكة العربية السعودية دائما تسعى للعمل لتفادي الذبذبات في الأسواق والتي تعرقل قدرة المستثمرين من الاستثمار وتعرقل قدرة المؤسسات المالية من تقديم القروض، فهذا يسيء في نهاية المطاف للمستهلك كما أنه لا يخدم المنتج. فسياسة المملكة العربية السعودية دائما تصب في العمل لإيجاد الاستقرار في أسواق النفط، وهذه السياسة ثابتة بالنسبة للمملكة السعودية، والتاريخ أثبت ذلك. فهذا التعامل مع هذه المواضيع. قبل الختام نعود إلى الكوب 27، قمة شرم الشيخ، نحن مقبلين على هذه القمة وتأتي بعد حوالي عام من قمة كوب 26. المتغيرات كبيرة جدا. اليوم هناك جهد دولي لتصفير الانبعاثات في 2050 أو 2060، ما هو دور السعودية أو كيف سيكون في قمة شرم الشيخ بهذا الهدف، وهل هناك أي معوقات للوصول إلى الهدف؟ أعتقد المعوقات هي تفادي الدخول في حوار مليء بالعواطف والمشاعر ويفقد للمنطق وللعلم للأسس العلمية. المملكة العربية السعودية بالنسبة لها، بالنسبة لسياساتها، موضوع التغير المناخي وموضوع البيئة من أولوياتها كما ذكرت. فالمملكة العربية السعودية حريصة على
بذل كل ما في وسعه للوصول إلى الأهداف المرجوة، وهي كوكب أفضل من الكوكب اللي نعيش فيه الآن. نعتقد أنه إذا ما استطعنا أن نبذل كل الجهود ونتعاون بشكل قوي جداً على أسس علمية وأسس منطقية، لا نستطيع أن نواجه هذا التحدي. على ما قالوا، الكلام ما يؤدي إلى شيء، إحنا نريد الأفعال. والمملكة العربية السعودية طرحت مبادرات عديدة في الداخل وفي الخارج لمواجهة هذه التحديات الدولية. والمملكة العربية السعودية سخرت مبالغ هائلة لدعم هذه المبادرات من أجل الوصول إلى كوكب أفضل في المبادرات، سواء مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء أو مبادرة الشرق الأوسط الخضراء أو مبادرات غيرها في الداخل اللي ذكرت بعض منها. ستستمر المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، وتستمر في التشاور والتواصل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. ولكن أعود وأكرر مرة ثانية، الحوار العاطفي والمشاعر لا تؤدي إلى شيء. قد يتم استغلالها فيما يتعلق بأمور سياسية داخلية قصيرة المدى، ولكنها لا تخدم في تحسين المناخ أو البيئة. هذه تحتاج إلى نقاش جاد ونقاش منطقي ونقاش مبني على أسس علمية، وهذا ما تسعى المملكة إليه. المبالغ الذي خصصتها المملكة للمبادرات المختلفة مبالغ هائلة، وهذا يدل على التزام المملكة في التعامل مع أو مواجهة هذه التحديات، لأنها في نهاية المطاف تصب في مصلحة المملكة وفي مصلحة البشرية. كلنا نعيش في هذا الكوكب الصغير، كلنا نتنفس نفس الهواء، سواء كنا في السعودية أو كنا في أمريكا اللاتينية أو كنا في آسيا أو كنا في أفريقيا أو كنا في أوروبا. أي تلوث يحصل في مكان ما سيؤثر على الكوكب بشكل عام. فما في مفر أن الواحد ينظر نفسه يقول أنا معزول، كلنا سوا، وكلنا يجب علينا أن نتعامل مع التحديات هذه بجدية ومنطقية على أساس نصحح الآثارات السلبية التي حدثت على مدى 140 سنة في تاريخ البشرية منذ ما بدت الثورة الصناعية. شكرا لك معالي عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، على هذه المقابلة حول مبادرات المملكة خلال قمة شرم الشيخ المقبلة، وأيضا في الأيام المقبلة حول المناخ. شكرا لك.